إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في جديد مدينة الدار البيضاء، وبالضبط باقين معكم من مستشفى بن رشد والبلايس اللي حداه. فمشاهدينا كارثة بكل المقاييس وكل ما تحمل الكلمة من معنى. فين تشوف يعني كازا وأكبر مدينة في المغرب، يعني أكبر مدينة اقتصادية، أكبر مدينة فيها الشركات، أكبر مدينة فيها البروجيات، فيها يعني بزاف ديال الأمور، وكتلقاها غارقة في الأزبال والنفايات مشابهين. ودابا ذلك السبب أن الناس ديال النظافة فهما واقفين على العمل. دابا تقريبا اليوم الرابع أو الثالث وهما واقفين على العمل، يعني فصور ما تبغيش تشوفها، صور يعني واعرة، خصوصا اننا يعني في جوار ديال جوج ديال المستشفيات او ثلاثه ديال المستشفيات اللي كبار بزاف، وكيجيو لهم الناس من شتى ومختلف المدن. فما تبغيش تشوف مثل هاد الصور، فهاد الشيء ما كاينش غير هنا، فكاين يعني في مدينه الدار البيضاء تقريبا كامله. ولكن هنا كتعجبني كتلقى يعني هاد الشيء، خصوصا وحنا السبيطارات، يعني واش ما كيدوزو مسؤولين من هنا؟ ما كيدوزو يعني ناس اللي هما مشرفين على هاد السبيطارات من هنا؟ ما تفهمش صراحه، ما تفهمش يعني لا اله الا الله. فبالمناسبه نبغوا نذكروا بان الناس ديال رجال النظافه فهم دايرين وقفه تقريبا اليوم الثالث او الرابع التوالي متابعينا الكرام، الشيء اللي كنشوفوا على ان خلى كمدينه الدار البيضاء تكون غارقه في الازبال. فهنا كنعرفوا الدور الكبير اللي كيقدموه لنا هاد الناس، وهنا كنعرفوا التضحيات الكبيره اللي كيقدموها هاد الناس، وهنا كنعرفوا القيمه ديال هاد الناس هادو. لحقاش بعض المرات كنقولوا بعض المرات ما كتعرفش القيمه ديال الحاجه حتى كتفقدها، يعني فما كتعرفش القيمه ديال شي واحد كيقدم لك شي عمل حتى كيفقد هو داك العمل ديالو، حتى انت يعني عاد باش كيبدا يبان لك الفرق. فصراحة عشان كيدرك خاطرك الى شي مثلا مثل هاد الصور، غادي نعاودو نقربو لكم مشابهين. يعني كيف ما قلنا متابعينا الكرام، فمن جميع البلايص كاين زبل، وهذا الشيء اللي صراحه صور كيضر في الخاطر. نتمنوا من الله على ان يعني اخ نوالي عبد الحق، فاحنا خويا صورنا الناس ديال اصحاب النظافه، وصورنا الوقفه ديالهم البارح والبارح واليوم، ما كاينين مازال دراري اخرين مع الناس ديال اصحاب النظافه. فاحنا دائما خويا كنوصلوا الصوت ديالهم، هذاك واجب ديالنا خويا عبد الحق. شكرا لك على المعلومه.
هذه الاخت نعيمه الزابي، وكنظن انك كاتبه قصيده تلوت بها بقلم نعيمه الزابي، هي اللي ترميز الأزبال في كل مكان، تلوث البيئة ماشي مزيان، ساهم في نظافة حومتك ومدينتك، راه النظافة من الإيمان. هادشي بالي عندك زوين خشي نعيمة، تبارك الله عليك، بالي تبارك الله كلام كي كنقولوا يعني مع بعضي شو كلام موزون كي كنقولوا خشي نعيمة، تبارك الله عليك خشي نعيمة الزابي، تحية ليك تحية ليك تحية ليك. فأنا عجبني هادشي اللي كتبتي، تجمع الأزبال ورميها في المكان المخصص لها حتى تجي شاحنة الأزبال وشديها، راه حومتك انت المسؤول عليها من القاذورات والأوساخ، حميها بدل ما ترمي فيها الأزبال، أغرس فيها الأشجار والأغصان، رجعها نظيفة وجميلة، وزين حيطاننا بأجمل الألوان. تبارك الله عليك ختي نعيمة، نتمنى أنك تواصلي معايا على الخاص إن شاء الله، باش يعني نشوفوا هاد القضية ديال ديال هاد القصيده اللي كتبتي على الازبال. ف تبارك الله عليك اختي، خويا وينرز وينرز. لا خويا حنا بالعكس، حنا خويا ف وصلنا الصوت ديال الناس ديال رجال النظافه. هادشي كنقولك من اول البارح، حنا راه اول مره نصوروا الازبال حيت يلا كيتجمعوا، اما حنا من اول البارح حنا كنصوروا في ناس ديال رجال النظافه. يمكن لك ترجع وتشوف لي فيديو ديال ول البارح وديال البارح وديال اليوم كذلك. كاينين زملاء معنا اللي في مع الناس دابا ديال رجال النظافه اللي دايرين وقفات، فكنتمنوا من الله على ان الوضعيه ديالهم تسوى، خصوصا الدور الكبير 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 بزاف اللي كيقدموه لينا واللي كيقدموه للجميع. فنتمنوا من الله تسوى الوضعيه ديالهم متابعينا الكرام على هاد الصور اللي ما كنبغوش نشوفوها في الشوارع ديالنا. نتمنوا من الله كيف ما قلنا تصور الوضعيه ديال هاد الناس، الدور الكبير والكبير والكبير اللي كيقوموا به. شكرا لكم متابعينا والى اللقاء.